مساء الخير والنور والنوير على احلى متابعين ومشاهدين قناه الاي تي في وبرنامج سراي. نقول تقبل الله طاعتكم وعسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. مساء الخير نسيبه. اسف نسيبه صابري اليوم. اطالع اليوم شخصيتي في المسلسل فوايد ركزت في الحلقه. عسى عجبك المسلسل اشوفك هني فالاسم عاد مع فيصل. انا ما اتوقع يعني باكر عادي انت تنتقدني باكر تقول لي اكيد طبعا جايك الدور يعني على اساس بكسر خاطره. مساء الخير عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر الاي تي في وفي برنامج سراي. كل شيء جديد وحصري اليوم ضيوفنا ضيوف مميزين ومنورين شاشاتنا هالسنه. اكيد طبعا قالت اليوم صابرين ضيوف مميزين فعلا ومتنوعين في كل اعمالهم. اليوم راح يكون معانا المنتج والفنان العراب باسم عبد الامير. راح نسولف معاه في كل شيء خصوصا بالاعمال اللي ينتجها وراح ننتقدك اليوم يا باسم. راح ننتقدك. ومن معانا بعد؟ ومعانا الفنانه امل عنبري ومعانا شعبله حبيب الكل. طبعا شعبله احنا اليوم نقول له الحمد لله على السلامه انك رديت اليوم للتلفزيون نشوفك. قطعت فترة طويلة بس اليوم العودة والعودة أحمد وإن شاء الله حتكون بداية موفقة. وهم بعد عمل اللي هو مع حمد قلم مع حصة قلم. مع حصة قلم يا ويلك من العرب ترى متحلف فيك. هو ناوي لي نشوف هذا التقرير ورجع نكمل وياكم. فطوم. نعم. روح البقالة. ليش ما تدقين عليهم؟ أنا إذا دقيت عليهم بياخذ له ساعتين على ما يبلي القرض. إي روحي البقالة روحي كاي اي ما مالي خلق الصراحه قاعده افكر اروح بيت جدتي. لا والله ليش شو الطاري؟ اي ما حيل مشتاقه لها. يعني الواحد ما يشتاق حق جدته؟ لا طبعا تشتاق لك العافيه. بس بنتي وعرفت زين ايش عندك؟ هي ما عدتش بشيء الصراحه. يما انا متهذبه عليها قالت لها انا طالعه الاولى على الصف وانا مزوره شهادتي لان ابي التليفون الجديد والصراحه اذا نطرتكم ادري ما راح تجيبوا لي. الحيالة والله منتهينا. بس تكفين لا تقولي حق ابوي مالي خلق يطقني. لا انا ما راح اقول له. بس اذا هو اللي شاف التليفون ايش بتقولي له؟ سهله اقول له ربحته. يبي لها تفكير يما فظيعه. شفتي شلون يما؟ اليوم نتكلم على مشهد تم تداوله في السوشيال ميديا وبقوه عن حوار بين بنت وامها. البنت تحاول تخطط انها تشذب على جدتها عشان تاخذ منها التليفون وهي اساسا ساقطه فعندها خطه ان توري جدتها ان هي ناجحه. والمصيبه وين؟ المصيبه صابرين ان الام عايشه هذا الدور وموافقه على هذا الموضوع وما راح تقول حق الابو. هذا يمكن ينقل شريحه من شرايح المجتمع مو الكل. هذا المشهد او في مشاهد معينه في المسلسل اثارت الكثير من الجدل في السوشيال ميديا. ومعانا الحين مخرج العمل الاستاذ مناف عبدالي. اهلا ومرحبا فيك وكل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر. بارك عليكم شهر وكل عام وانتم بخير. وانت بخير صح. مساك الله بالخير استاذ مناف. مساك الله بالنور اليوم حبيبي الله يسلمك. اليوم هذا المشهد تم تداوله بالسوشيال ميديا بشكل كبير وكثير اليوم من الناس انتقدت هذا العمل او هذا الحوار تحديدا صار فيه انتقاد. بالبدايه اول شيء مبارك عليكم شهر وكل عام وانتم بخير. الجمهور يبقى عزيز على قلبنا واحنا يعني بالبدايه نبارك لهم الشهر ونقول لهم كل عام وانتم بخير وكلامكم محل احترام وتقدير. بس اليوم اخوي فيصل الدراما اللي احنا نقدمها في الكويت او في الخليج الدراما تحتوي على شنو؟ عناصر متعدده. نعم. فكره رئيسيه، حبكه، شخصيات، لغه. بشكل سريع الفكره الرئيسيه هي الهدف من المسلسل، شنو انت اليوم تسوي عمل ليش؟ في هدف في المسلسل. هاي تشوفها خلال 30 حلقه. في حبكه، الحبكه تتكون الحبكه من شنو؟ من الصراع في العمل الدرامي. العقدة وهي ذروة الحبكة، الحل إذا كان في حلول. الشخصيات اللي هم اللي يمثلون فيها، واللغة هو عبارة عن الكلمات اللي اختارها الكاتب. احنا اليوم قدمنا نماذج من الأسر موجودة في المجتمع. رضينا ولا أبينا هذه موجودة. هذا واقع يعني. هذا واقع. بس الأسرة هذه أسرة صارت كل ما يدور في البيت نموذج سيء جدا. نموذج سيء وفيه أسوأ. بس احنا ما نقدر نقوله. نعم. ليس كل ما يقال او يعرف يقال. نعم. مثل ما يقولون هذا نموذج سيء، احنا مو راضيين. احنا لازم بس نحط مشكله، لازم نحط عمل. نعم. يكون رتمه كلهم زينين وهذا ايش حق دراما سوينا؟ صحيح. نحط برنامج ديني. نعم. او استاذ مناف يعني الناس كانوا يقولون خلال هذا الثلاث ايام خلينا نقول واليوم رابع يوم ان المخرج هو سيد العمل، فليش المخرج ما ينتقي هذه الالفاظ ويمسحها من النص نفسه؟ صابرين احنا اليوم لازم
نضع المشاكل الموجوده في المجتمع. صحيح. بعدين هم اتهمونا اتهام الله يعطيهم العافيه ان البنات هذول 10 سنوات، لا يبقى هذول فتره مراهقه بالثانويه. صحيح. ما اعتقد بالثانويه، فهي فتره مراهقه. فتره المراهقه كلنا عارفين تمثل 70 من شباب الكويت، في الكويت انا قاعد اتحكى تخصيصا. فاحنا لازم نعالج. طيب استاذ مناف، انت قلت كلمه هذه الاسره ما راح تطلع ترى بر الامان. استاذ مناف انت تفضلت في كلمه، استاذ مناف انت تفضلت في كلمه جدا جميله. احنا اليوم نعرض هذه المشكله ونعرض الحلول. احنا اليوم شفنا هذه المشكله وفي بيوتنا موجوده مثل هذه الطفله اليوم الموجوده او المراهقه نتكلم عنها. ما عرفتونا يعني احنا تو بدايات. اعطونا حلقه 30. احنا بانتظار الحلول. انا بنفسي راح تشوف الاسره ايش راح يصير فيها، راح اشوف الاب ايش راح يصير فيه، راح تشوف الام ايش راح يصير فيها، العيال شلون تشتت راح يصير. نعم نعم. فهذه الامور لازم احنا نقولها. نعم. في امور يعني انا يعني احنا ما نخفي على المحاكم والاحداث ووزاره الداخليه عندي اصدقاء. نعم. في مشاكل تشيب راسك يا فيصل. أكيد. يا أكيد. صبري. نعم. أكيد. في امور في تغيب. نعم. في 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 ابله من كذي بس احنا. نعم. ما نقدر نقولها. في ولد يضرب امه. في ولد يذبح ابوه. يعني هذا موجود. احنا لازم نعرض المشكله. بس اليوم المشكلة هذه قضايا مهمه، ليش ما طرحتوها في اعمال قادمه؟ قضايا إيه؟ جدا مهمه اليوم قاعد تتداول، اليوم قاعد نشوف الجرائد والسوشيال ميديا، هذه القضايا جدا مطروحه بالساحه. بعدين اخوي فيصل، انا قبل حلقتين انا متابعكم ترى، انا الفانس مالكم. قلت مره بسؤالك ملينا احنا من الشركات. صحيح. وين جاي الحزه. صحيح. عبد الله طلقني. هذه امور مستهلكه. اليوم احنا قاعد نحط. نعم. نلامس الشباب. أكيد. خصوصا فئه المراهقين. اكيد اخوي فيصل، فئه وايد مهمه. لازم الاسره لها دور، يعني الاب والام. أكيد. اللي هي عبير احمد دور سلوى، وشاري بلام دور. نعم. فارس، هذول نماذج سيئين في المجتمع. اكيد لازم. أكيد. نقضي على شيء. لازم يكون هناك حوار. صحيح. مع المراهق. لازم. نعم. يكون حوار متفهم باذن الله. يعني ان شاء الله مساندي في انا اوكي تخصصي اخراج، ولكن مساندي على النفس. اكيد ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل. والدراما الكويتيه دائما نقول بخير، والعمل من الاعمال الامانه لها متابعه. بس احنا حبينا ننقل وجهه نظر الناس ان هذا المشهد صار عليه تداول وصار هذا لغط. واحنا نشكرك على هذه المداخله المخرج مناف عبدال، شكرا على مداخلتك. بعد الفاصل راح نشوف هذا التقرير ونستقبل ضيوفنا. والله ما مداني، أنا قاعدة أسوي كل اللي طلبته مني، سجلت حنين في الدروس وقاعدة أروح معها كل يوم، دشيت بيت المرأة، حطيت روحي في موقف جدا بايخ بس عشان أجيب لك كل المعلومات اللي تبيها. أنا ما أخاف من حدا، أنا عبد الرزاق. العمر والدورين أمك، أنت أم، أنت يا أهل. يما عطر الروح المواجهة مع حصة قلم، أعمال معروضة حاليا بالسباق الرمضاني الحالي وقاعدة تحقق نسبة مشاهدة جيدة، وخصوصا أن احنا في الأيام الأولى للسباق. هالأعمال الثلاثة راح تشكل محاول حديثنا مع ضيوف اليوم، وهم الفنان والمنتج باسم عبد الأمير اللي لعب أحد أدوار البطولة في مسلسل مع حصة قلم وأنتج مسلسل المواجهة، وضيفنا الثاني الفنان شعبان عباس اللي رجع هالسنة للدراما المحلية بعد غياب لفترة ما هي قصيرة، والعودة كانت بقوة مع الفنانة القديرة حياة الفهد. أما الوجه النسائي اللي راح ينور استديو سراي الفنانة أمل العنبري اللي لها إطلالة مميزة في مسلسل عطر الروح أمام الفنانة القديرة هدى حسين. لكن لو رجعت يصير خير، أنا علمك شغلة.
رجعنا بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا ونقول لهم مبروك عليكم الشهر. استاذ باسم عبد الامير مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر. علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. امل مساء الخير. مساء النور. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك وعلى اهل الكويت والخليج والوطن العربي عامه. الله, الله يجعله شهر خير. آمين. وعطاء ويعم السلم والسلام على العالم اجمع. امين ان شاء الله. وبسمره سكره شعب الله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم تبارك ان شاء الله. وعسى الله يجعل ايامنا وياكم كلها خير يا رب. امين يا رب. يمدحون بعض كنا اليوم استمر ولا؟ اي لازم. اوه بلشنا عاد نقوم يعني نقوم؟ عنصريه. ترى نمشي. عنصريه. ترى نمشي. هاشتاج خواص. لا لا عندكم مناصر قوي. بعد؟ لا زين لا زين زين زين. ها شلون اجواء رمضان؟ والله الحمد لله. الامور طيبه؟ الامور طيبه وكل شيء تمام الحمد لله. الحمد لله دوم ان شاء الله. بس بهالمناسبه هذه. تفضل. اليوم تشكلت فرقه للبحث عن اخونا. سعود المسلم. سعود المسلم. نعم. ندعو الله سبحانه وتعالى والشعب والجميع الدعاء يعني. آمين. ان شاء الله انه يرجع سالم غانم لاهله. حتى والله ما قصروا بعد الاخوان بالسعوديه هم بعد دزوا فرقه كامله للبحث عنه يعني. وان شاء الله يلقونه يا رب. امين يا رب. ايام المباركه هذه ان شاء الله ندعي له. يا رب صبر قلبه. امين يا رب ان شاء الله. امين امين. ابو احمد هالسنه ما شاء الله دخلت بعملين مميزين والكل يشهد على ان المتابعات جدا عاليه ما شاء الله. الحمد لله. وشنو موضوع الانتاج يعني السنه هذه؟ قالوا في ازمه انتاجيه بس ما شاء الله شفنا وجودك فارض نفسه. والله ما في ازمه انتاجيه والكل اشتغل يعني اغلب يعني كان يقولون ازمه منتج. لا اعتقد اكثر من 20 او 22 عمل. صحيح. ما بين خارج رمضان ورمضان كانت هالسنه جدا نشطه يعني من ناحيه الانتاج ومن ناحيه التوزيع امانه يعني. نعم. أما اليوم ما شاء الله عطر الروح مسلسل موجود على الساحة الناس قاعدة تتابع وقاعدة تشوف. وطبعا اليوم العمل مع السادة هود حسين يعني تعتبر شهادة أو ميلاد بأي فنان اللي عمل معه هذا السنة يعني. وثاني تعاون مو أول تعاون طبعا هذا. أكيد مو أول ولا ثاني ولا ثالث. شهادتي فيها مجروحة. أكيد. يعني هي بالنسبة لي نفس الجودفاذر. إنسانة تؤمن بالمرة القوية المستقلة اللي تبي يعني ترسم طريقها تآمن بالمواهب. على كثر ما هي إنسانة جداً حنونة على كثر ما هي إنسانة حرفيتها وايد عالية. صحيح. ما تخلط. نعم. فعطر الروح بالنسبة لي هو اسم. نعم 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 نعم. شعب الله نقول عودة موفقة ما شاء الله. الله يسلمك حبيبي. استانسنا يوم شفناك رديت للشاشه صار لك فتره بعيد عن الشاشه. من البرومو احنا مستانسين. فالعالم مستانس اليوم ان شعب الله كاهو موجود. احنا يوم شفنا البرومو ترى ما صدقنا قلنا اكيد شعب الله هذا ولا واحد يشبه بس مالك شبيه. ولا كاميرا خفيه. لا والله شيء طبعا انا شكر خاص لاخوي باسم عبد الامير. وعلى راس القائمه امي حياه. اكيد. واخوي مناف عبدال وحسن لما اتصل فيني. وكنت انا شوي مبتعد وايد يعني مو شويه وايد. أكيد. بس الخطوه الدراميه هذه اللي رجعتني. نعم. مره ثانيه كضيف شرف في المسلسل. نعم. بالعكس انا افتخر لان هذا مو اول عمل يجمعني مع امي حياه. اول. نعم. عمل سليمان الطيب. اذكر سليمان الطيب بال 92 93. نعم. العمل الثاني اللي هو الجليب بال 2012 تقريبا. صحيح. او 2011. نعم. وهذا العمل الثالث اللي هو مع حصي قلم. يعني انا فخور للامانه يعني انا يعني اللي كنت انطره الاتصال وفعلا ياني هالاتصال هذا لان شيء يشجع الاستمرار غير التواصل. صحيح. فالحمد لله فرصتي موجوده وما اخذ رزق غيري. اكيد. الرزق من الله مكتوب. صح. وكل واحد ياخذ نصيبه. أكيد. يعني الله يشهد يومها. أكيد. انا كنت والله كذي مريق ما يشغل بعد كان الاتصال. قلت والله من عيون المركبه دام ام حياه واخوي باسم وابو حسن. لا. والله انا وياكم حتى ما كنت اعرف من الاستاذ. ابو احمد عملين متتاليين للأستاذة الغدير أم سوزان يعني ما شاء الله احنا نقدر نقول ان ابو احمد محظوظ انه كسب ثقة الأستاذة حياة الفهد. شنو السر؟ شنو يخليهم ينجذبون حق المجموعة الفنية؟ انا بديت مع الأستاذة حياة من الفرية بعدين الخراز وابلا نورة قبلها. نعم. الدنيا لحظة. يعني كانت بيننا هي الأعمال وايد ابو احمد. لكن اخر سنتين ما شاء الله لا اي كانت بيعة النخي ورمانة والحين. أيوه. ما حصة قلم. بالعكس التعامل مع سيدة الشاشة الخليجية السادة حياة الفهد ممتع. الأعمال يعني العمل معها ممتع. سلسة بالتعامل تعطي ملاحظاتها وأمانة على هذا المشهد كلمتني. نعم.
البارح، حي اخوي مناف طبعا هو قال بعض الشغلات صحيح. قالت لي شلون مر عليكم هذا المشهد، طبعا احنا نعطي صلاحيه تامه للمخرج والمؤلف، اخر اثنين يشاهدون العمل، والاستاذ مناف كان عنده تبرير انه لازم نبين هالحاله لان الخط الدرامي اللي جاي شنو راح يصير بالابو وشنو راح يصير بالام، صحيح، لانهم اهملوا هذه البنتين المراهقتين. وبعدين ترى في كان في مشكله كبيره قبل لا يعني نبدا برمضان ونعرض المسلسل، ترى كان يعني مشكله الطلبه اللي اعتصموا وراحوا حق وزير التربيه صحيح. عشان صحيح. يعني في امور وايد هذول المراهقين طلبه يعني في مشاكل وايد لازم نطلعها بالدراما ولازم نطلع حلولها يعني مو بس نقول هذا المشهد كذي. في ناس تقول مهما تبررون، يعني انا اخوي ساري اتابعه بتويتر، هذا انسان جدا رائع يعني، وانا اخذ كلامه الله يشافيه ويعافيه يا رب. من كتاب انا قمت اقرا يعني الناس اللي كانت تتجاوب معه، يعني فعلا المشهد كان شويه عالي يعني، بس المخرج لما تكلمنا معه قال باسم في تدرج بالدراما، هذا لازم ابين واقع اهمال الام قاعد تركض ورا الفلوس ورا الابو، الابو لاهي عن البيت، عنده شيء ثاني راح يبين بالحلقات الجايه، في رساله بيوجهها اساسا لك. في ظواهر وايد مو زينه بالمجتمع، بس ما نسلط الضوء على كل، ما نقدر نسلط الضوء على كل ظاهره، بس هذول ترى مو صغار، بنات بالثانويه حتى من الكتاب قبل الكتاب على 16 سنه بهالعمر، يعني لازم نسلط الضوء ونبين ليش هذول كذي، ليش هالجرأه مع الام والابو، لان الابو مهمل والام مهمله، وطريقه اللي راح يصير فيها بعدين وضع الابو والام جدا مساويه وسبه مالهم لعيالهم. امل راح نسولف وايد عن عطر الروح وعلى شخصيته تحديدا، ما شاء الله 4 أيام الاولى متواجده بقوه، لكن بعد الفاصل. واحنا بالفاصل قاعدين نسولف مع ضيوفنا وحكينا بسوالف كواليس عن قضايا صعب نتداول فيها ابو احمد، ها؟ اي طبعا صعب جدا، في امور ما تقدر تتطرق يعني اليوم يعني. اللي طلع هذا يعتبر شيء بسيط. اوه يعني الواقع وايد مو تفتح الجريده شوف الجرائم قتل المراهقين الغشم المدارس شرب السجاير. ليش الجريده؟ التليفون بيدك، تليفون كل شيء فيه، اي مصيبه تصير سبحان الله خلال ثماني عندك اكيد بتفاصيلها بعد، فما تقدر تطلع كل شيء يعني. احنا نقول الله المستعان، الله المستعان. احنا بنشوف تقرير عن عطر الروح ونسولف عنه. وين راحت؟ انت شلون تدخلين بيتي من غير ما تستأذنين؟ شلون دخلتي؟ اسفة دكتورة. منو سمح لك تدخلين بيتي؟ مو عيب؟ هذه لقافة ترى. كل هذا انت؟ المرأة هذه ما هي سهلة. عطر ما هي سهلة. والله ما مداني، أنا قاعدة أسوي كل اللي طلبته مني. سجلت حنين في الدروس وقاعدة أروح معها كل يوم، دشيت بيت المرة، حطيت روحي في موقف جداً بايخ بس عشان أجيب لك كل المعلومات اللي تبيها. اليوم الدور يمكن شوية وصفوه الناس في جرأة، هذا الدور من بدايته كان مبين، وفي بعض المفردات طبعاً انقالت في بعض المشاهد في هذا الدور. ما خفتي من هذا الشيء؟ خصوصا اليوم تعملين تحت قيادة شخص في هذا الدور، شخص غير سوي يبي يدخل ويشوف مشاكل الناس وتنقل له الأسرار وتنقل له الأحداث وش اللي قاعد يدور في هذا البيت. ما أتوقع أن أنا أخاف. نعم. يعني من بداية مسيرتي ما أنا ما أخاف. بعدين أنا أفصل، يعني هذه الشخصية مو أنا. هذه اسمها سحاب. لا تمت لي بصلة. يعني ما تشبهني في ولا شيء. طبعاً أوجه تحية للكاتب علاء حمزة اللي هو كاتب مخضرم يعرف يعطي الشخصيات المركبة مساحة. صحيح. يعني شهادتي فيه مجروحة. محمد القفاص. يعني اسمه يكفي فنان، يعني يخلي الممثل يحس بمسؤولية نجاح العمل، يعني ما يخليك تاخذ أجرك وتروح، لا، نجاح العمل حتى أصغر الأفراد يخليهم يحسون بهالمسؤولية. سحاب شخصية ودتني مرحلة يعني
أعتبرها نقلة. ردة الفعل ممكن تكون من الناس؟ شوف الناس الحمد لله أنا عودتهم من بداية مشواري بالأشياء البسيطة. أنا أحب الأدوار المركبة، أعشقها، أحب أطلع من أمل، فما أخاف يعني. أبا يعني ما تخافي مثلا من الانتقاد؟ ممكن يقولون ليش أمل تنتقي هذه الأدوار وراح تعلق معها هذه الأدوار، مثلا أدوار الشر، أدوار الخبث مثلا، في ناس تعلق معها، فما تخافي من النقاد؟ أول شيء النقاد مو معنى الخوف إحنا اللي نقصده، إنه يعني لازم أحاسب في أمور معينة. أنا ما قاعدة أسوي شيء برات الإطار يعني. أيوة. النص مكتوب من كاتب سعودي منفذ بالكويت. نعم. فهذا الشيء. نعم. أنا يعني تعديته، لكن الناقد ما تقدر تنتقدني على نوعية الأدوار. نعم. اللي تستهويني أنا كفنانة. نعم. أحب كذي، هالخط أحبه. حلو. نعم. تنتقد أدائي، طريقة يعني طريقة لبسي مثلا أو whatever، هذا الشيء يعتبر نقد. نعم. لكن تنتقد اختياراتي من هاي الفنان يعني أقل وأبسط حق إنه ينتقي شيء اللي يشبهه. صحيح. ما أقدر أختار يعني الشخصيات النمطية الطيبة. نعم. اللي في البوكس مو أنا. على طاري هذا المسلسل في مشهد وأنتوا قاعد تسولفون الأستاذ من حسن المسي عليه بتحية ونقول له كل عام وأنت بخير، قال لك كلمة، قالت روح شوفي خروفك. شو المقصود فيها كلمة خروفك؟ خروف صجي ولا خروف إنسان؟ ما ادري، شفت انت المشهد؟ انا سالت على الكلمه هذه. شفت العرض؟ انا قاعد اسالك. قاعد يضحك يدور مشاهد. المقصود يدور مشاهد يعني ايش رايك؟ انا قاعد اسالك سؤال. انا يعني شفتني بالعمل مع خروف صجي؟ انا اتكلم عن الكلمه، هو قال روحي شوفي خروفك، كان يقصد بهذا العمل، لان هذا الفيديو خلى تداول بعد بالسوشيال ميديا. أه. وسولفوا عنه ان هذه المفرده شلون قالت في عمل. هو اول شيء قالت في اطار شخصيه. نعم. في سياق حدث معين، ما انقالت تقصد الشخص. يعني أتوقع عندنا مشكلة، المشاهد ما يفصل بين الشخصية والمؤدي. يعني هو في شخصية عدنان مو عبد المحسن. أنا قاعد أتكلم عن الشخصية، شخصيته تعطيه مجال يقول كذي وأكثر. المفردة طبيعية كانت في سياق العمل طبيعية. نعم. موجودة. نعم. في الحياة يعني. نعم. طبيعية. يستخدمونها. أنا قاعد أتكلم في بعض الناس. لا لا، عندهم علامة استفهام في بعض المفردات. شوف فيصل، فيصل إذا 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 لا لا. أنت بتنبش يمين يسار. لا لا مو أنبش، أنا أشوف مو دفاعا عنها. لا لا مو تنبش. أنا قاعد أوصل لك نقطة. شوف في كلمات، في كلمات. نعم. الحين قامت تنحط في المسلسلات. هذه من واقع مجتمعنا تنقال يوميا. أنا راح أرجع معك في هذه النقطة، لأن عشان مرة ثانية لما يجون عندنا هني كتاب ومنتجين ويقولون عندنا مشكلة مع الرقابة، أصبح الرقابة ما عندها مشكلة. لما تصيح لك هذه المفرد تطلع عادي من تحت الرقابة، أصبح العلة فيهم مو في الرقابة. بقول لك على وايد ناس ترى قاعد تحط اللوم الرقابة والرقابة. أنا والرقابة. أنا آسفة بقاطع كلامك. تفضلي. بس بالخير، أول شيء الرقابة الحمد لله أن عندها القدرة كل سنة عن سنة تطور من مستواها. تشوف المجتمع. صحيح. ما يصير تحكرني بنص ب 1991 إذا تبيني أوصل ويصير في تفاعل. هذه كلمة بالنسبة لك أنت عادية وما تنقال، شوف اللوية اللي سوتها. صحيح. أصبحنا في زمن الدعاية السيئة هي اللي تنجح لها. أكيد أكيد. شعبان في فيديو وايد فرحك وونسك وونسنا إحنا، خلنا نشوفه ونرجع نتناقش. ومن غير مبالغة، من غير مبالغة مع أم الغالية الله يحفظك إن شاء الله. سلام. تشرفت والله، تشرفت. سعيدة بوجودك. طول عمرك. سلام. ومن غير مبالغة، من غير مبالغة مع أم الغالية الله يحفظك إن شاء الله. سلام. تشرفت والله، تشرفت. سعيدة بوجودك. طول عمرك. سعيدة بعودتك، هذه كلمة كبيرة لما تطلع من سيدة الساشة الخليجية الأستاذ حياة الفهد. أنا كلها كل معزة واحترام. نعم. وأنا أقول هذه أمي الثانية الله يشهد. وهذا كان أول مشهد لي. نعم. حلقة 29 يابوني على وجهي تعال تصوير، فما كنت حتى مستوعب الدرس. نعم. فوايد كنت مستانس معاها، أن حتى الستاف اللي كان بنفس اليوم موجود، مع العلم اني جيت صورت مشهد ومشيت، بس كنت وايد متاقلم بالحماس، لان ردتي. نعم. بعد غيبه طويله. نعم. تواجدي، وحتى كنت وايد مرتبك. نعم. بس فيني حماس داخلي، لان خلاص هذه ردتي الفعليه. أكيد. دام امي حياتي اختارتني. أكيد. نعم. فانا الحمد لله ما زلت صح. نعم. والكلام اللي قال عني من قبل. نعم. اني انا صاحب مشاكل باللوكيشن. يعني لا لا، لو انت صاحب مشاكل كان العراب ما دقوا. يعني هذا هو موجود. امانة اكيد مو دفاع. شعبان ملتزم، حتى قبل ما عندي مشهد قلت له بكر جاي
صور مشهد وعندنا مشهد ليل قاعد مسكين. نعم. ليه مشهد الليل؟ فنان حقيقي طبعا، فنان حقيقي يعني، ومن الزمن الجميل يتكلم طبعا يعني، اشتغل مع عدة أجيال أكيد. يعني أكيد. أكيد. تعلم أكيد. وايد أكيد. موضوع الرقابة مهم يا جماعة، الرقابة ما قصروا أمانة. نعم. قاعد يجوزون النصوص، قاعد يحطون بعض الملاحظات، طبعا في بعض الكلمات يمكن تطلع يعني باجتهاد ممثل أو المخرج يقول لا ما نحط لهم على الرقابة فيصل. نعم. لأن الرقابة فعلا مو مدحن فيهم ترى، أنا إنه قاعد يباشرون عملهم، قاعد يشتغلون، قاعد يشتغلون في شغل حقي قال. نعم. ومركزين على القيم والعادات والتقاليد. نعم. بإطار يعني حتى لما تكون ألفاظ تكون بإطار معين ما تخدش الحياة، هذا شيء لازم أكيد نثني أكيد عليهم. أكيد أكيد. نعم. عندنا مشهد أيه. للأستاذ باسم نشوفه ونرجع نعلق فيه. هالحرامي هين نصاب، قوم قوم لا يكون تحاكيني ولا لسانك يطق على لساني، احنا ابو دارك، وين الرفجه الطويله؟ وين الصداقه؟ تروح تدخلني مخفر على مبلغ تافه 3000 دينار؟ صدق انك ما تستحي على وجهك وعبالك 3000 دينار شويه؟ هذا من عرج جبيني يا اخي، اعتبرهم صدقه، صديقك انا، اعتبرهم صدقه، كفر فيهم عن سيئاتك وذنوبك. وانت كف الصدقه ويا وجهك. عموما انا الحين ماني فاضي لك، بسافر مع المدام، لكن لو رجعت يصير خير، انا اعلمك شغلك يا الحرامي يا البواق. قوم قوم قوم، لو وحت كبدي كأنك امي مجابلتني، دعاويك دعاوي عيوز، قوم. صير خير صير خير، روح صير خير. ابو احمد، اليوم تحرص تكون في اعمالك اللي تنتجها؟ والله مو للضروره امانه يعني، اذا في دور مناسب بالعكس يعني. انا كان عندي عمل اصلا بالمواجهة، بس الأستاذ مناف وعلي الدوحان قالوا في دور حلو بالعمل. نعم. فاخترت هالدور. اخترت. نعم. وهذا يعني الجروب العمل هذا أمانة عودة يعقوب وشعبان وشعر البلام مع الأستاذ حياة الفهد، من زمان ما تجمعوا يعني جروب جديد أمانة. نعم. أنا والله اليوم شفت المجموعة الموجودة كلها جديدة، قلت والله باسم قط شاق الجربة. ما شاء الله ما شاء الله. لا والله ما قصروا. توليفة ما شاء الله في العمل. توليفة كلها جديدة ما شاء الله. وأستاذ حياة اللي هو مع حصة قلم توليفة جدا جميلة. الناس يمكن تحتاج إلى التجديد في الجروبات، نظام الجروبات. كلهم نجوم ما شاء الله، كلهم نجوم دائما. ليش نظام الجروب هذا ليش يتكرر؟ فالمشاهد بعد يبي يشوف جروبات جديدة. احنا قدمنا 4 أعمال، من أعمال العمر، بعدين عزوتي. نعم. بعدين المواجهة. وعلى طاري عزوتي ترى احنا قدمنا قبل عمل، يمكن كان آخر عمل قبل رمضان، بينا دور الهلال الأحمر الكويتي، المساعدات اللي قدمها المرحوم عبد الرحمن السميط. شنو كان دوره يعني، شافه واحد بالتلفزيون قال لازم أسوي نفس اللي أسويه. بالعكس حريصين أن نقدم الوجه الجميل والحضاري لدولة الكويت، واثنوا عليه طبعا الهلال الأحمر تلفزيون الكويت، حريصين أتأكد مو دفاعا. يمكن في على المشهد اللي طاف يمكن أقول لك في ناس مراضية، التمس لهم العذر، وعندنا الشجاعة أن نعتذر نقول هذا المشهد غير لاق أمانة. يمكن ما عجب البعض، البعض قال إنه يعني ما كان لازم يطلع، بس تأكد فيه حرص تام. لكن تبقى وجهة نظر الأخيرة عند المؤلف ومخرج العمل الأستاذ مناف، اللي كله كل تقدير واحترام، والأستاذ علي الدوحان، حرصوا أمانة كل حرص. يعني قعدوا بالموسيقى التصويرية، قعدوا بالألوان، قعدوا لين تسليم العمل. صحيح صحيح. عشان بارك لك بعد أبو أحمد على حصولك ترند على العملين ما شاء الله، ربي يزيد ويبارك. أمل حبيبتي، دورك ما شاء الله هالسنة في عطر الروح، وهم في مسلسل فرصة ثانية جسدتي دور ضريرة، وهذا شيء جدا صعب. نعم، كان في فرصة ثانية. فرصة ثانية. نعم. اللي هو السنة اللي طافت، وهالسنة عندك عطر الروح. قولي لي عن سبب اختيارك لهالأدوار المركبة الصعبة، هل تحس إن هي فعلا تحمل الفنانة مسؤولية كبيرة في الأداء، في التجسيد بشكل صحيح؟ هو أكيد تخلي الفنان يتعلم، خصوصا إذا كان في مخرج يعشق نوعية هالأدوار فيركز. أحس أن أتعلم شيء جديد. يعني العمية كان مع الأستاذ اللي أوجه له تحية علي العلي، كان شيء يعني ما أنساه. ما أنساه يعني. أنا وحسن البلام أوجه له تحية بعد، أكيد. أثنين عميان. نعم. متزوجين، فكان شيء، كان يعني قدرت أشوف عالم الأعمى شلون صاير. نعم.
يدخلك بالحالة ما يخليك بس يلا تمثله مع السلامة. دائما النوعية نوعية الأدوار هذه تعطيك قوة الفنان اليوم وأداء الموهبة تبين في هذه النوعية من الأدوار، لأنها صعبة تحتاج إلى تركيز وتركيب كاركتر، وممكن اليوم تروح أنت تحضر تشوف العميان شو قاعد يسوون عشان تقدر تقمص هالشخصية وتأديها وتوصل للمشاهد. اضطريت أسويها وأرجع وأقول أنا للحين في بدايتي وللحين أتعلم، ولكن أحب أتعلم الأشياء اللي أتعلم. حلو، انا راح انتقدكم اثنينكم بعد شويه، خلينا نسالك السؤال. لا الحين انتقدكم. يلا انتقد. دامنا الوهي وهي ابيض، يلا هم مو عميان، هم مكهوفين. مكهوفين فهذه لان ما عمل قلب هم اصدقائي الحين، فهذه انتقدكم فيها. هذا مو انتقاد، صحح معلومه كذي. لا انتقدكم، لان طبيعي صحح معلومه. لا لا ان استمريتوا فيها، فالاستمرار فيها خطا. العيب بالاعداد، الاعداد لا ما تدري بتقطع. طيب شعبان، اليوم بعد العوده الى التمثيل مره ثانيه والساحه الفنيه، كيف شفت الوضع مثل ما كان بالسابق ولا الدنيا تغيرت؟ لا والله تغيرت الى الافضل، ويبقى الزين يفرض نفسه. نعم، والشين آيل للصغوط يعني. نعم، نتمنى ان شاء الله تزيد الرغابه في الحبكه اللي هي الرغابيه الصح. لان مهما لو كان في مفردات في المجتمع الكويتي، نعم، انت تستحي تقولها بينك وبين اهلك. اكيد فانت قاعد تسمعها من الشارع العام. بنفس الوقت لازم نوصلها للناس. بنوصلها بالحذافير يعني، مو كل الجمله تقط لك اسى منها، علشان لان الكل يفهم الحين. يعني إيحاء وتلميح. المشكله انه قاموا يدشون حتى بالنيه اذا ها يقصد ما يقصد. بس الحمد لله اللي شفته، دخلنا بموال كبير في موضوع الايحاءات اليوم، انه واحد قلت لك شغله قاموا عاد يسوون لك قصص كبيره حين موضوع الايحاءات. فلان كان يسوي ما كنت تقولون، وفلان كان يسوي ما كنت تقولون. فصارت قصه شكبها. بس 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 لما كانوا يقولون قبل كانوا يقولون على حدود المجتمع اللي هم كانوا يعيشون فيه. الحين قدامك السوشيال ميديا، قدامك تليفون، قاعد يعلم الصغير والكبير كل شيء. صارت بحري الحين. اي صارت بحري. صارت بحري. في مشهد الناس قاعد تنطرها شعب الله، اللي هو نشوف الحين ونعلق عليه. انت ملا الورد يسولف للندى، لو تهمسي يومك شفا. الورد يسولف للندى، لو تهمسي يومك شفا. هاي يا شعب الله. هذا والله شوف المشهد للأمانة، أنا طبعا ركبتي ركبت ثنتين كلش منتين يعني، الحمد لله الله أعطاني بالصحة والعافية قمت أتحرك وكذي الحمد لله. بس سبحان الله يوم شفت أمي حياتي هني وهي ترقص، والله فاجأتني لما اندشت بالمشهد يعني ما كنت متوقع أنها تبي ترقص. وكذا إعادة صارت للمشهد، لأن في زومات وفي أوت، فاللي شفته دشت أمي حياتي كان تعطيني اياها. لا لا خلاص غربانه السالفه. هي القطره هني نسفتها نسفه واحد يدق لاوي. كان انزل يلا غربانه. مشت ها ومشت. اتذكر شنو؟ اتذكر ايام الخبيتي وعاد والسامري وانت تعرف الموضوع. انا سمع لها الدقده خلاص خلصت الحين السالفه. اشون اشون مو حاطين ذي العود ذاك اليوم. بس والله كان صارت. اليوم باسم على طار المشاهد اللي يحطونها، خوفك باكر يطلعون لك الناس يقول لك بعد المشهد هذا مو عندنا. شلون حاط مشهد ما يمثل واقعنا؟ ركس يسوي لك قصه باكر. قاعد يحطون مشاهد الحين مختلطه على راس. انت لا تقول لي بعد السوشيال ميديا مفتوحه. لا صحيح. العائله تحتفل بالرجال والحريم مع أكيد. بعض ويحتفلون نعم. بالعكس نعم. بعدين هذا كلهم الاهل قاعدين أكيد. يعني نعم. والام قامت فرحانه حق بنته اكيد. شيء طبيعي جدا وواقعي وهذا موجود. طيب ابو احمد، بالنسبه للقنوات شلون تقدر تكسب ثقتهم في اختيارك للاعمال والنجوم المشاركه في الاعمال؟ وهل تنفرض عليك اسماء معينه من القنوات؟ لان في ناس وايد تقول ان من يختار استاف العمل؟ هل هو الكاتب؟ هل هو المخرج؟ هل هو المنتج؟ ام القناه؟ القنوات ما يدخلون بالاسماء نهائيا. نعم ابدا. وبالسابق ولا حتى حق تسويق؟ حتى بالسابق طبعا الكبار احنا في يعني حياه الفهد، سعد عبد الله، هدى حسين، ني حق هامل الفضاله، في شجون، في هيئة عبد السلام، في مجموعه هذيلا نجوم. نعم. عليهم طلب، خلينا نتكلم بواقع. نعم. ايضا الشباب عليهم طلب. نعم. اكيد يعني لهم ثقل بالعمل يكون يعني أكيد. خاصه الكبار الاربعه يعني حياه وسعاده هذيلا طبعا، غير طبعا استاذ سعد الفري ومحمد أكيد. المنصور وجاسم نبان، اسامي هذيلا نجوم بالعمل. نعم. اكيد وجودهم
يثري العمل، يثري العمل يعني من ناحيه التسويق، من ناحيه نسبه المشاهده، ايضا يفيدونك بالعمل، يعدلون لك جمل، يعدلون لك بالحوار، يضيفون لك هل اقول الجمله هل هالكلمه ما عندنا، مع السلامه ما نقول، قم ثمان لا، يعني يفيدونك امانه وجودهم انا اسميه ثروه العمل. نعم. طيب استاذ باسم، لو في نقطه صار نطلع في محور الانتاج، ليش اليوم اختفت كلمه حصريا؟ ما صارت موجوده قبل، يطلع العمل بس على المحطة هذه، تضطر أنك تشوف المحطة. الحين الأعمال متوزعة على جميع المحطات، اختفت نهائيا تقريبا هذا الخدمة. اختفت يعني نوعا ما قليلة جدا يعني. نعم. قبل كان 80%. نعم. الحين 20% الحصرية. نعم. طبعا هي في أزمة أكيد، إحنا ندري عنها يعني، بالبيع والشراء، الأسعار نزلت، تسويق يعني قبل سعر الحصري يعني، فقاعد يقول كان ليش اخذ حصري؟ يعني مثلا خلينا نقول دبي والكويت، معلن الكويت غير عن معلن دبي. صحيح يعني مشاهده هنا غير عن المشاهده، بيقول لك انا اخذ مع الكويت مع محطه ثانيه ما يضرني. صحيح. ولا ينافسني يعني مثلا. صحيح. نرجع الامل. هاي انا اليوم هاديه والله، انا كذي ترى دي طبيعتك كذي، احنا نشوفك في الانستغرام، نشوف السناب، ونشوف امل يبيلها في الصميم ان شاء الله، حتى الصميم يقول امل قاعد تسولف يحكم. شنو كان الفطور؟ شنو كان الفطور؟ الفطور متقلين اليوم بالفطور؟ لا والله انا رجيم طبعا، مضطرين على الدايت. هذه معاناة الفنانات بالضبط. حتى انا رجيم، بس مبين رجيمك شعبان باين، بس اليوم ما قصرت ام عباس، مطبق زبيدي ورجيم زين، خوش رجيم. اي والله خوش رجيم، هذا المدحون. هو يمكن أنا أميل للهدوء أكثر، وطبيعي أن أنا أتعلم من أخطائي. صحيح. يعني أنا إنسانة يمكن فلسفتي في الحياة ومدرستي اللي أقراها غير أنتوا لاحظت فيكم شغلة، تركزون على الفئة السيئة في المجتمع، ما تركزون على الزينة. وين الفئة السيئة ركزت؟ وايد يعني في وايد ناس، مثل ما في ناس تنتقد، في وايد ناس تحب أن يطرح العمل بهالشكل. بس أنت وجهتي علينا اللوم أن احنا نطرح الفئة السيئة. وين الفئة السيئة؟ لأن لاحظت من أول شيء أنتوا تركزون على الناس اللي تنتقد، في وايد ناس تحب، وتحب أن أنت تطرح قضية وتحط لها حل. اليوم احنا الناس طبيعي نشوف شو اللي يقولون عنه. احنا اليوم كلنا يا فيصل، مو كل انت فايز، لازم تخسر، مو كل انت فايز. دقيقه لا مو كل انت واحد محامي شرس، لازم صاير محامي شرس عن امل. لازم خلاص هي تسولف، انا راح اسالها ارد على سؤالها. على فكره انا سويت لك شيء بسيط، انت مو تبي الصميم. انا قاعد اقول الشغله واحده، اليوم الناس بالنهايه احنا كلنا اليوم نتاج هذه الناس، فطبيعي اليوم ينتقدون او يقولون فكره. الشخص المعني موجود عندي انا اساله ويرد عليهم راي الناس. اليوم انا سالت باسم، وسالت اليوم من استاذ مناف عبدال، وسالت شعبان، وانت اليوم شخصيه موجوده سالتك عن شيء لك الناس قالت عنه وشيء يخصك انت، فانت تجاوبين عليه. قصدي في فئه ثانيه تمدح القناعات، فئه ثانيه تحب، راح نتكلم عنه ولا تحاجم. عموما طبيعه البرنامج ان المعدين ما شاء الله عليكم ان شاء الله انا سامع السؤال. اي والله ان شاء الله تهدون الاعداد، بس خلونا نسولف عشان نتكلم. في ناس وايد قاعده تقول ان انتم لما تسوون برنامج مثل سراي، يعني هذه السنه الثانيه ما شاء الله، شلون على اي اساس تنتقدون؟ احنا ما ننتقد، احنا نطلع ببرنامج مثل سراي على اساس ان احنا نعرض حق الناس شنو هي المسلسلات اللي تنعرض هالسنه، نجيب المنتج والممثل ونجيب المخرج والكاتب ونجيب ناس مختصه في هالامور، صناع العمل كله، وراي الضيف هو يتحمل مسؤوليته. احنا دائما محايدين، نذكر الزين ونذكر الشين. في ناس تزعل يقول لك ليش تسال ضيوفك من افضل مثلا مسلسل، من افضل مخرج، من افضل دور؟ لان احنا في زمن ما في الافضل، يبقى راي السوق، صار راي كل الاراء اكيد، ما صار في افضل. وبعدين ترى راي اخت امل، ترى راي الجمهور مهم اكيد، وهم قاعد يعني انا قاعد اقول لك مثل ما انا شفت تويتر وشفت اللي صار يعني، فاكيد هم بحثوا ان في مشكله على هالمشهد، في مشكله على هذا. دائما يصل، احنا متعودين انه يسلط الضوء على الناس اللي تنتقد، بس الجمهور فيه فئه تمدح، لان اللي مادح ما له داعي يعني، اكيد مش بالعكس مهمين. مهمين عشان هو يقول لك في شغلات يعني تطلع الناس تنتقدها، نبي شنو المبرر، ليش انتم قدمتوها؟ بالضبط. بالنهاية احنا ننقل صورة، واحنا ما ننتقد نهائيا، نحط الحدث وانتم لكم حق تردون، وحتى اللي ما يجاوب هم بعد ما يجاوب. شعب الله، بعد ما رديت حيل الوسط الفني بالتمثيل نتكلم على انا ما ابتعدت على شرايط صايرين على فكرة فيصل، انا ما ابتعدت. ترى موجود في مجال ثاني اللي هو الترفيه لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا مجال طبعا اكيد شيء انساني جدا بحياتي. بس اليوم انا قاعد اتحدث معاك كفنان، انت موجود بالساحة، لما اقول لك رجعت انك قاطع فترة كبيرة المسرح، في شيء جاي ولا معتزل المسرح؟ وخصوصا ها، خصوصا ان شاء الله المسرح الحين قام يعتمد على جروب، ما
ما بقول شيء للي انا ما صار جروب اليوم وهذا صار امر طبيعي الناس حبيته ترى في جروب شوف اشتغلت مستانس شيء مو عيب اشتغلت يعني. بالخليج نعم. من غير جروبات ونجحنا ترى مو معتمده السالفه على الجروبات انت شلون تشكل نفسك مع الناس فهي توافق العمل بين اطرافه يعني مو شرط ممكن انه في بطل واحد ياخذ البرغراف كامل انا اتكلم عن الجروبات اللي موجوده بالساحه حاليا المسارح هذه عارفين مسرح الخليج مسرح العربي هذا وجه ثاني اتكلم عن الجروبات وانت عارف قصدي اليوم في جروب حسن البلام في جروب طارق العلي في جروب مسلم هذول الجروبات اللي موجوده شفت مسمى الجروب هذا انتهى تدري ليش لان المتجدد مع كل شخص من المسرح موجود واكبر دليل اخوي باسم كل سنه قاعد يجدد ما سوى جروب هذا دراما لا لا حتى لا لا المسرح انت قاعد تتكلم عن تلقاهم مجموعه دائما صار انت قاعد تتكلم عن الفن انت قاعد تتكلم عن الفن نعم الفن هو بجميع مجالاته انت يعني تبي تدخلني الفن انا سالتك سؤال محدد شعبان قلت لك انا سالتك على المسرح لا لا في موضوع ثاني تدري ليش لان اجابتي انا ما راح تقنعك ليش لان انتوا تعتقدون ان المسرح ما يمشي الا بشخص نعم. او بجروب لا لا مو شرط احنا ما نعتقد احنا نسال بس انا بجاوبك بداله انا بجاوبك بداله هي بالفن احنا في شيء جدا ضروري عندنا نعم. التناغم في ناس تشوفها جروبات انا اشوفها تناغم انا ارتاح مع صابرين وأمر طبيعي كل عمل ترى. اشتغل معها تعطيني واعطيها يعني. تشيلني واشيلها فهذا التناغم الناس تحبه ساعات اوكي بعد 5-6 سنين تمل منا من حقنا ان احنا نغير لكن عدا ذلك هو تناغم مو جروبات ولا خلليه كلنا نكل الاحترام البعض ونحب البعض كزملاء بس نعم. التناغم حلو صحيح اليوم شيء جميل حلو اليوم معنا المنتج ومعنا الممثلة ومعنا الممثل الفنان بس نطلع من هني بمسلسل ايوه نتمنى ابو احمد خلينا نتكلم دام الكل موجود اليوم المنتج والفنانين خلينا نتكلم عن الاجور هالسنة يقال ان الاجور جدا نازلة للفنانين وهم للمنتج نفسه حتى البيعة مو نفس قبل فنبي يعني نفصل هذا الموضوع بداية معك سأل أخوي فيصل من الساعة السؤال المهم على الحصرية فهذا السؤال كان له جواب يعني مدام المحطات ما قاعدة تأخذ حصري أكيد في شيء أكيد يعني قلت أسعار البيع قلت أسعارها أكيد راح تقل الأسعار عشان الكل يشتغل أنا أشتغل المؤلف يشتغل المخرج يشتغل الممثل يشتغل عشان الكل يشتغل أنا ما أشوفها نزلت أنا أشوفها ردة طبيعية طيب اليوم أنت هذا الأجور راح تكون على الجميع سواء سياح حتى النجوم الكبار اليوم نتكلم الصف الأول هم بعد حاشم هذا الشيء نزلوا من أجورهم ولا ما زالوا لا والله ولا والله, والله بالعكس الكل أمانة نعم. الكل ما قصر أنا بالنسبة والكل متفهم للوضع الحمد لله متفهم للوضع نعم وضع واضح يعني نعم وأمل أو يمكن كلامه على ما تم هو قال إن رد الموضوع طبيعي كما هو طبيعي جت فترة حاشة طفرة صعدنا وايد بس الحين أتوقع هذا هذا يعني تشوف بالسابق ما كان طبيعي لا ما كان طبيعي جت يعني فترة يعني كنا في أوجة كنا نشوف أرقام يعني كنا نستغرب بطبيعي كان في أرقام وصلت بمئات الآلاف يعني بس إحنا لا نقارن بمصر يا جماعة لا لا وضعهم مختلف هناك في ضرائب وفي قصة شوفوا هناك عشان نحن مساكين أنت العمل الخليجي توزع على 4-5 محطات هناك العمل العربي 24 محطة العمل المصري شفت إحنا مساكين ترى ما تقارن نفسك حتى بعملية الإنتاجية في وايد يقول لك الله قاعد نشوف لا تقارني فيه نعم ميزانيته اكيد ميزانيته عاليه تصور فرنسا وسويسرا وكذا وكذا لانه قاعد يوزع على 24 قناه نعم فاحنا مساكين شنو ما سوينا الله الله يعيد ان شاء الله اليوم بالعاده لما يصير عندكم تفاوض اليوم انتم كفنانين مع الاجر تفرض الاجر اللي تبي ممكن تبتعد تقول ما ابي هو النص اللي هو الاساس ولا الاجر هو طلب هو الأساس؟ عرض سعر أوكي. وطلب واختيار وفي ناس ساعات شعبان تشوف تبي في ناس تضحي بالسعر علشان تختار دور وفي ناس يقول لك انا يشتري الدور بمعنى قناعه النوعيه هذول تعدهم على اصابع اللي يبي الدور عشان يقدم نتكلم بواقع تبي اي صح لا هذول تعدهم على اصابع اللي يختار الدور على حساب الاجر في وفي احنا شكلنا وصلنا الى ختام برنامجنا لكن مخرجنا يقول نبي نسمع اغنيه حلوه دندن فيها امل مثل ما دندن بالسناب نوال وايد نعم صح نوال وايد فودنا نسمع شيء ان شاء الله من صوتك ويا ريت شعب ولا بعد يعني دندن معاها يمكن مطبق زبيدي وربيانه ليهن لا يطلع 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 هذا شو اسمه هذا اللي بايده هذا دف 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 اسمه دف عاد صراحه انا ما اعرف اسامي الالات لا هذا اللي بايده هني هذا اللي تك 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 بيانو هذا عطوا شعبان خليه يدندن لنا احنا مستحيل دف شنو يسمونه بمصر يلا نسمع طب على طاري الرق نقول 3 دقات انا وانت لا ما اعرف انا شنو والله ما اعرف اكثر اغنيه ما اتوقعها السنه يعرف يعزف بس مستحيل
هذه الغنية. أي. والله ما أعرف ترى. أنا ليوي وطنبورة. طنبورة إيه. صقار وما عندي مشكلة. أنت شفت المشهد أكبر. ولا 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 تعبان ولا شيء أبو مريان يخلص الأمور. بس خلاص. تحت القصة. يلا نسمع. الله يمسيه بالخير يا أبو مريان. حبته قلبي ولا في الخيال عشقك ده فيه تقال موال ويا عيني يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون الله 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 الله. من أكثر الأغاني أتوقع هالسنة اللي انتشرت بشكل مبالغ اللي ما زالت العالم. أنا ما سمعت وتحكي فيها. لا أبو أحمد يسرى. لا والله. والله. يسرى تمثل. يسرى اللي تمثل غير مشاركت معهم بالأغنية. كانت أغنية مهرجان الجونة السينمائي. يبا إحنا إذا مو خالد الملا وصير قالوا وتوحيد الفير لن توصل بيتكم ولا ما يفيد. يلا. لا ما تجي. شو أقول؟ يلا عطنا ختامية. يلا شعبان. نعم. لا لا يا ليلى دانا يا لدانا لدانا يا ليلى دانا يا لدانا لدانا يا ليلى دانا يا لدانا لدانا تصدق ولا حلف لك عجزت بلساني اوصف لك تصدق ولا حلف لك عجزت بلساني اوصف لك نعيم الحب في قلبي وانت قريب من اصلك وشوف قلبي على يدك وهو اغلى ما عندي وشوف فيصل على يدك وهو أغلى ما عندي يهدف أليادة في حضنة أجيب لك قلبي باني لا تغني شعبان بعد ما فيني شعبان ما حفظ والله ما حفظ والله يرحمه طال المداح رحمة الله عليه والشاعر الجميل إبراهيم خفاجي رحمة الله عليه نعم نعم اليوم احنا وصلنا لختام الحلقة وسعيدين جدا لوجودكم اليوم جايبين لنا هدايا طيبة خلينا نشوفها بس تكفى فيصل نختم نفس ما بدينا الدعوات لاخونا اكيد اكيد طبعا طبعا الله يرد سالم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب والشباب اللي معنا مو مقصرين والله قاعدين يبحثون ان شاء الله يلاقونا ويرجع لهلا ساله سالم غانم يا رب بالايام الطيبة هذه يا رب ان شاء الله هذه الهدايا ان شاء الله راح توصل لكم بعد خلينا نوزعهم واحدة واحدة وزعهم وانا قاعد اندلك شراب يلا يلا يا اوكي اذا مشاهدينا وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لليوم ان شاء الله راح نلتقي فيكم باكر مع ضيوف جدد يعطيكم الف عافيه على الحضور على البالا عشي القمر الروضة على غصن السلام يذكرني بأحبابي يذكرني بالعذاب نساني الغرام وأنا أحبك يا سلام يا مال يا دي يا سلام يا حبك يا سلام يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام يا صبرين ليش الجفا يا البحرين تهجرني وانا احبك 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 يا سلام
لازم نشكر كامل على الأغنية ونقول الشركات اللي اليوم هدونا شقردي وش مشكورين على الهدايا وطياب اللقمان وعندنا مسابيح وعدنان ما قصرتوا على الهدايا الطيبة مشكور أستاذ باسم عبد الأمير حياك الله اليوم معانا تشرفنا فيك فنانة جميلة أم العنبيري مشكورة حياك الله لنا لقاء إن شاء الله فصلنا جاهزة بس عاد أنا ولقاء أنا وياه يسوي بلاوي يسوي بلاوي لقاء الله يستر شعبان مشكوري حبيبي على حضورك ما قصرت الله يسلمك شوف أنا بقدم شكر خاص لأخوي المحامي طلال العبيد اللي أعطاني البوش باور إنه يا شعبان رد ترى الساحة محتاجتك عشان عيالك لأن هذه يعني الله يخليهم لك يا الله يسلمك هذه نبرة وايد حلوة لما أسمع ولدي أشوفه يشوف لي بالتلفزيون هذا بابا هذا أنت وين شوف سؤال طفل بريء يسألني يقول لي ويني انا عنك وين 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 انا وياك ولا لا فينزل دمتي الله يسلمك وحاصري لكم قاعدين كتب ناس بساعة اقول لك دور زوج اقول زوج منو قول زوج منو لعبة حصرية ياسة لا كملت عيال هذا وعد بشكري على حضوركم الله يسلمك الله يسلمك مشاهدينا باكر راح يكون معاكم ان شاء الله في سراي على موعدنا الساعة 10:40 انا وصابرين نشوفكم على خير باكر